واحبسك بيقول ايش رايك في العمل كخبير مثمن؟ خبير مثمن في مشكله شرعيه، نشتغل خبير مثمن. هذه المهنه كغيرها من المهن ان توخيت فيها الحق والعدل على اصل الحل، وان كان التثمين بمناسبه خصومه قائمه فعملك هذا بمثابه الشهاده، فاحذر من شهاده الزور. عدلت شهاده الزور الاشراك بالله، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. جمع بينهما حنفاء لله غير مشركين به. الا وشهاده الزور، الا وشهاده الزور. قال ثلاثا حتى قلنا ليته سكت. قال ثلاثا حتى قلنا ليته سكت.